مرحب بدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. دكتور نهال مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيبة وأهل البحيرة بخير. مساء الخير أستاذ عمرو، مساء الخير على كل السادة المشاهدين، كل سنة وكل أبناء محافظة البحيرة بخير، وشكرا جزيلا لحضرتك على التقرير الرائع ده. ده شيء يسعدنا الحقيقة ونحن نشارككم اليوم ده وأنا متأكد وكل ثقة قبل ما أسأل حضرتك أن يأتي هذا العيد بشيء جديد لمحافظة البحيرة، يأتي بكل ما هو سعيد للمواطن في البحيرة أيا كان المركز اللي هو مقيم فيه. أنا لما بصيت وإحنا بنحضر لكم المشروعات ما شاء الله، لا مشروعات كتير جدا حصلت خلال السنة اللي فاتت. بالظبط يا فندم، بس خليني اقول لحضرتك استاذ عمرو، لا شيء يضاهي الهدايا اللي اعلن عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه هو سهل مهمه محافظه البحيره كتير على يعني مفاجاه او الترحيق التهنئه لابنائها بمناسبه العيد القومي باعلانه عن حزمه من الاجراءات الحقيقه اللي هي بتعتبر هدايا حقيقيه لابناء محافظه البحيره سواء البنك العاملين الزراعي. بالقطاع الحكومي موضوع لا وانا اقول لحضرتك كمان بالصبت. موضوع البنك الزراعي والديون اللي كانت موجوده على المزارعين والاقساط، اعتقد دي هديه يعني محافظه البحيره زي محافظه الدلتا معظمها واصحاب المعاشات او الوادي. طبعا يعني المزارعين وأصحاب المعاشات والحد الضريبي، يعني صراحة ما فيش حاجة من القطاعات يعني تم تركها وتم الإلمام بها جامع، فدي أحلى هدية بالنسبة لمحافظة البحيرة وهي واحدة يعني من محافظات الجمهورية. طبعاً إحنا على مشارف الخطة الاستثمارية الجديدة للسنة المالية 23-24، والتركيز الحقيقة الخطة دي أو كمشاريع تنموية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. الحقيقة بنستكمل بقى باقي المشروعات بالكامل، مفيش مشروع بيتساب لسه مثلا فاضل له نسبة ما بين 10-15%، فلازم كلها بتتقفل. هنركز على بقى رد الطرق لشأنها وأصلها بعد ما دخلنا جميع المرافق، ولينا كل الشرف إن بقى عندنا أكتر من 30% من الريف في محافظة البحيرة بقى متغذي بالغاز الطبيعي، حاجة صديقة للبيئة وفي نفس الوقت آمنة. أنا كنت ناوي أسأل حضرتك سؤال، إحنا كام في المية مية شرب وصرف صحي؟ حضرتك قلت لي تلت المحافظة تقريبا كمان غاز طبيعي، يعني بالتالي مية صرف صحي ومية شرب خلصانة من زمن يعني. بالظبط، لا هي الحقيقه انا اتشرفت بتولي منصب نائب محافظ البحيره في 30 اغسطس 2018. في الوقت ده كانت نسبه الغاز الطبيعي في محافظه البحيره لا تتعدى 11-13%. لكن احنا دلوقتي وبنهايه المرحله الثانيه من مشروع تطوير الريف المصري حياه كريمه، بنشهد طفره طبعا في حوالي 6 مراكز ومدن باجمالي مشروعات تتعدى 3900 مشروع، فمنهم مشروعات الصرف الصحي اللي هي برضو المحافظة في الوقت ده في 2018 كانت 17% صرف صحي. إجمالي بقى بانتهاء مشروعات الصرف الصحي في المرحلة الثانية من حياة كريمة اللي هي لسه هنبتديها والمرحلة الأولى هي اللي بتنتهي، هيتعدى 60% بالنسبة للصرف الصحي. الغاز الطبيعي حاليا احنا 30%، وبنتوقع بنهاية المشروعات الجارية انهائها ان احنا نوصل برضو لما يقرب من 68% او 70% كويس من مجتمع محافظة البحيرة يعني. طيب ايه اخيرا الهدية الدولة ومحافظة البحيرة شغالة عليها للمواطن في عموم محافظة البحيرة ان شاء الله خلال العام القادم بتجهزوا لها مشروع كبير، حاجة حلوة هدية للمواطن في البحيرة؟ والله هدايا كتير، على رأسها طبعا تشغيل المكتسبات بقى، تشغيل المجمعات الحكومية في قرى حياة كريمة. المواطن احنا شغلنا من اصل 42 مجمع، حتى الآن شغلنا 21. دي بتوفر يا أستاذ عمرو على المواطن يعني مشقة السفر طبعا لمدن بعيدة عنه عشان يقضي خدماته زي الشهر العقاري، زي السجل المدني، زي التموين والتضامن. كمان يمكن لحضرتك يعني مجتمع محافظة البحيرة فيه جزء كبير ساحلي بيمتهن مهنة الصيد،
في طبعا ساحل رشيد وإيدكو على فرع النيل برشيد، فإحنا بنستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد في محافظة البحيرة، وهيخدم كمان كفر الشيخ. جميل. والحقيقة ده هيكون أكبر هدية إن إحنا عودة بقى بعد استقرار الأمن في جمهورية مصر العربية وتوقف تام لمحاولات الهجرة الغير شرعية بسبب التنمية. بفضل التنمية هنبتدي بقى نشغل تاني الصيادين تطلع تصطاد من البحر وترجع تاني. ممتاز. وتبيع هذه الأسماك يعني خبر حلو ده دكتور. اللي بتبقى موجودة في البحر ده خبر المتوسط. حلو جدا. بالظبط يا فندم. ده خبر حلو. بشكر حضرتك واحنا ان شاء الله نكون موجودين معاكم باذن الله ونصور في المينا وكلنا ان شاء الله الصبق في ده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيره، شكرا جزيلا لحضرتك.